حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطيه قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امراه يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا ام عطيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا